انا عم روح لعند عرفان. لا ليش لحتى اروح لعنده؟ لا تخافي لا تخافي، تعبتك محفوظه من عيني. هي قبل هي تروحي لعنده وتطبخي له طبخه وتحطي له بس نقطه من هي النينه. بدك يعني اقتله؟ اعوذ بالله، انا ما قلت لك اقتليه، انا عم اقول لك حطي له نقطتين ثلاثه من هي النينه وهو بيموت لحاله. استغفر الله العظيم. وينك هدى؟ قلت لك تعبتك محفوظه، رح ارجع لك مصاريك الطقطقين. شو بدي اسمع خبره على قريبه سكي.